عليه يذهب أو دائما يطلب يريد يعني ما يشبع. لو تطيل الآن الدنيا كلها ما يشبع. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه ده حديث يقول إن كان ما يكفيك يغنيك فأقل ما فيها يغنيك. يقول إذا كان ما يكفيك يغنيك فأقل ما فيها يغنيك، وإذا كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك. إذا أنت ما تقتنع باللي عندك اطمئن، لو صارت الدنيا كلها بين يديك همشون تقول قليلة، لكن إذا صارت عندك قناعة تقتنع بما في يديك. إذن هذا المثلث الأول مثلث الهوى. المثلث الثاني فتنة. إنما أولادكم شنو؟ وأموال فتنة، فتنة المال وفتنة الأولاد. إنما أولادكم فتنة، أموالكم فتنة. نعم. ولذلك الإنسان هذه المسألة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم تكاثر بالأموال والأولاد. زين للناس حب الشهوات. نعم. إذن هذه الفتنة، فتنة الأموال، فتنة الأولاد. مولانا من الأمور التي تصد، حتى أن النبي يقولون في اليوم كان على المنبر، طبعا النبي هدفه غير شيء، كان يخطب ودخل الحسين سلام الله عليه فتعثر بأذياله، حتى رواية عن الإمام الحسن فنزل النبي صلوات الله عليه واحتضن الحسين عليه السلام ضمه إلى صدره قائلا إنما أولادكم فتنة. شان فتنة، فتنة الأولاد والمال، فتنة نعم باقي مغريات الحياة الدنيا. بعد الضلع الثالث هو الشيطان اللي القرآن حذر يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من لا يفتنكم الشيطان. ترى الشيطان، أنا قبل يومين كان عندي موضوع حول الشيطان ودور في الوسوسة، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. دير بالك الشيطان، لأن الشيطان يتربص بك، يتربص بي، يتربص بنا دوائر، لأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا شنو لا نراه. والمشكلة أن هذا العدو متربص بنا، فبس يدعوك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم يوم القيامة. المحاورة بين الشيطان وبين اللي شنو، بين اللي أشمرهم، بين اللي وهدلهم، بين اللي ورطهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. التكر باختياركم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم شنو لي، فلا تلوموني ولوموا شنو أنا دعيتكم. أنتوا شو بس دعيتكم أنا؟ يقولون الشيطان بالروايات يلبس فلسور، فلسور يعني فت كابوس بألوان مختلفة، ألوان بعدد الفتن، يعني شنو مثلا المال يذب له خير يرفق به، يحب الأولاد، يحب النساء، يحب المواد، يعني شنو رغبة الإنسان، وين يحب الكرسي، يحب الكذا، يحب الوجاهة، يحب وين يشوف وين، يعني حتى بالعبادة مرات شنو يأتي لك شنو عن طريق العبادة الحمد لله زين، عن طريق العلم. المهم فيقولون أكو واحد يذكروه قال له زين وأنا يا إبليس، قال له أنت ما يحتاج لك أصلا خير، أنت برمشة عين شنو تيجي تركض وراك. صدق أكو ناس ما يحتاج لك خير، برمشة عين يا مولانا هو أصلا. على كل حال هذا الإنسان في الواقع
هذه المعوقات الثلاثة تعوقه عن الوصول إلى الله. المحور الآخر فملاقي الله عز وجل. شلون الإنسان يكون في هذه الدنيا لله سبحانه وتعالى عبدا قانتا لله سبحانه وتعالى داخل المزارع عز وجل، يكون مصداق لهذه الآية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله جنب رب العالمين. لله. هذا أيها الأحبة، احنا نجتمع اليوم كل شغلنا خلي يصير لله. أجي أعزي لله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. حلوة أن نجتمع بيناتنا قلوبنا، واحد تختلف على الثاني، واحد يتحنن على الثاني، واحد يحبه. لأني أخوان اطمئنوا، اليد الوحدة ما صفت. نحتاج إلى كل هاي الجهود لكي ننجح العمل الإسلامي في هذه البلاد. خلي عملنا لله سبحانه وتعالى، خلي جهودنا. وأنا على كل حال إذا واحد يشتغل أحط العصا بين رجلي على مود أطيحه. خلوا الناس تشتغل يا جماعة، خلوا الناس تعمل زين، وكل يعمل على شيء ما دام هدفي وهدفك واحد. ليش أنا خليك أنت تشتغل على شكلتك وأنا أشتغل؟ لكن يجمعنا هواي أمور تجمعنا. ولكن اطمئنوا، لو كان هدفنا لله لما تحدث مشاكل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله شنو؟ رب العالمين. لله دائما لله. كن أفرح. وهذا الحديث عدل بنفسي أنا اليوم إذا شفت خطيب نجح أكثر من عندي، إذا أنا فرحت والناس استأنست استفادت، إذا قلبي فرحت، إذا أنا أحمد الله عز وجل شكر الميزان عندي. لكن إذا لا والله خذاني الغير تذيت، أعلم أنه أنا شنو شغلي غير شغلي مولا. عرفت هيك. إذا أشوف وهكذا في كل أصناف المجتمع، هيئة نجحت قدمت في برنامج مميز، وأنا هدفي وهدفها الحسين وخدمة الحسين وخدمة هاي الشعائر ونشر هاي الشعائر. إذا فرحت وقلت الحمد لله للسنة برنامج الهيئة الفلانية حسينية الفلان مسجد الفلاني، إذا أعرف أنا شنو، أعرف أنا أمشي صحيح والله قابل عملي. لا والله إذا تذيت شفت هذا عنده حضور وذاك ما عنده حضور وكذا، لا مولانا راجع حسابات دير بالك ترى انت على خطأ، لأن الشغل شنو؟ شغل مو لله. عرفت؟ فضلوا من الله، فضلوا حبيبي فضلنا. إذا الشغل مو لله سبحانه وتعالى دير بالك. وهكذا كل إنسان إذا يخلي روحه بالميزان يشوف روحه اطمئن. بعد الذاكرة من آل محمد، قام من آل محمد. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. يا الله صلوا اكو مكان، جزاكم الله خير. يلا ثانيا غفر الله لك. اللهم صل على محمد وآل محمد. وارفع على محبة أم البنين بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهذا أيها الأحبة، شهداء الطف لم يحصلوا على هذه المنزلة اللي يفديهم المعصوم بأبي أنتم وأمي لو لم يكن عملهم لله خالصا سبحانه وتعالى. ما تكون بهذه المنزلة. شوفوا أحبتي، نظروا العباس عليه السلام نموذج أحب أن أختم عليه. كلنا إن شاء الله حوائج. إيه نعم حوائج. توسل إلى الله في هذه الليلة بمصيبة قمر العشيرة بالفضل العباس. شوفوا إخواني
قطعوا يمين. ماذا ارتجز؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. إذن كل شغلة لله، للدين، للعقيدة. ولهذا كل عمر العباس صلوات الله عليه لم ينادي بلفظ الأخوة، مع أن الإنسان يفتخر أن عنده أخ مثل الحسين سلام الله عليه، يفتخر أو لا يفتخر؟ يفتخر، والأخوي الحسين. ولعل الحسين كان يفرح بأبيه وأمي لما يقول العباس يا أخي، لكن شوف هذا التواضع أمام الحسين والمعرفة هي التي قادته إلى هذه المكانة سلام الله وملائكته. سلام الله، الله جل وعلا يسلم على أبي الفضل العباس وملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين فيما تغدتي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. شنو من منزلها يغبطه عليها جميع الشهداء الصديقين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا. إذا هاي المنزلة بيش حصلها قمر العشيرة؟ ما كان ينادي الحسين إلا في لحظة واحدة لما سقط من على ظهرها. أكو خبر يقول كأنما سألوا أبا الفضل لما ناديت في هاي اللحظة بالأخوة؟ قال لي لما هويت، تدري الله يرحم شيخ كاظم السبتي من أحد خطباء العراق رأى قمر العشيرة في المنام، ها؟ قال له شيخ كاظم أنت ما تقرأ مصيبتي؟ قال له سيدي أنا داعم القراءة إلى مصيبتك. قال له لا، مصيبتي ما تقرأها، أكو فقرة في مصيبتي ما تقرأها. قال له أيها سيدي وينها؟ قال له أسألك، الفارس لما يطيح بماذا يتلقى الأرض؟ عاد الطاح من يوقع على الغبرة، يتلقى الأرض باليمنى واليسرى. وعباس القمر مش هامل بصدره، تلقى الأرض من غير تتشاي يا الله، ولذلك نبتت الأسهم كلها ويلا. قل له ليش ناديت بلفظ الأخوة؟ لأني قل له لما هويت رأيت يدين المد، تدري يدين من ذني؟ يدين أم العباس الزهراء. هنيئا لك. وقع عباس بالحومة لأن حرمة اجت يمه، تقلب جروح اللي بجسمه وجرح الظاهد الشم. يلا اقرا لك. سبحان الله، ارجع للحسين، عندي كم بيت اذا اقراه، لانه اليوم اربعينيه ابن اختنا رحمه الله عليه رياض، واريد اعزي بهن علي لان الابيات. لكن شو تقول له؟ تقول له يما راسك من جسم الصيد، جسمك دايم على الغبرة، ما نمك يا بعد ما وين اليمنى واليسرى. لما سمع العباس بلفظ الأمومة ايش قالها؟ قال الهم البنين انتي، اريدك تكمل ها، يا للحم البنين انتي، تقل لا يا 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 امك. هلا هلا
يا الله لك المجلس هذا. قال الهم البنين انتي تقل يا 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 أمك الزهر. ابن انا عطوش محاوره صارت بين ابو فاضل وبين الزهراء. قال لها تلف من راس. قال لها تلف من راس يا تقلب لوح ابنك. انا اكيد ادري بهذا البيت ما يعلمك كلك خير على الزهراء. قال لها يدموع عجدايا. قال لها يدموع عجدايا تقلب سايا بدل صار. ما عين الصارخون ما فاضل متى. عيد لك البيت عيد ولو مشغول بالبكاء هنيئا لك. يا للحيد موعج دايا تقل يا بسبة الصف. أيوة فاطمة أيوة مظلومة. سؤال هواي مؤلم. شوف العباس بذاك الوقت ها بذيك الساعه ايش قالها؟ قال لها اخوي حسين اماحي خبريني اخوي حسين شلون انا ما صرت واحده الرمله شلون صار حال ابو علي. قال لها اخوي حسين تقل يا يا اخوي انكسر ظهري ولا اقدر اقوم. هذا حال الحسين. يا اخوي انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا اخوي الكل الهموم. والله يا اخوي استوحدوني على بكي القوم ولا واحد علي بعد ينظر. رجع الحسين محدودة بالظهار قام ورجع للخيمة وظهره من جسم الصين ومن صد الخوات عليه قال ان هذا موش حسين. قال العاد ما حسين لكن حين عرفنا صاح جاعظ هدك. احنا انا زينة قلها يا زينة براح خويا زينة براح عباس راح الضيغم والهرفة. يقل يا زينه والله راح خونا راح كان بريحه ابوه وبقيت وحيد يم الخدر دونه وعقب خدر عينك من يصونه. هالابيات واسالك الدعاء. زينب تريد تعرف شنو اللي جرى بين الحسين وبين العباس. اسمع هالابيات ها واطلب حاجتك وان شاء الله بحق قمر العشيره مقضيه لحاجتك. يقل هالاخو امني وادع خيه لازم يوصيه بوصيه بين ديه من حضن ترتضم من المنيه. يا زين صحت الله اكبر خويا وروحه
طلعت بين ذي بين ذي. اسمع اسمع قالها يا زينب تدرين شنو اخر حكايه حكاها العباس؟ صحت خويا الله اكبر وروح ضلعت بين ايديا اخر حجايا الحجاها يا سكنة ورقي. هلا بهالدموع مضيع حاجتك ان شاء الله. بعد يا زينب رد تشيل اهل المخيم خويا رد تشيل للمخيم امتنع وهناك عفتها زينب. ليش زينب اخو ما شايف مثيل ينازع وعين على خيم. اخو ما شايف مثيله ينازع وعين على خيه. ظهراي ظهراي جنت يا فجر ليل يا في ظهراي ابو فاضل بيوم الضيج. اي والله هذا الاخ والله ظهراي عليك تكمل ويا الحسين عليك انكسر يا عباس. ايه ايه هنيئا لك. ها والله عليك عليك انكسر يا عباس والله ظهراي يا نصيد وعدو وشمت بيا يا نصيد وعدو وشمت يا والجرح يسكنه الذي هو أقلم يا الله. أخواني اليوم عندنا ضيف عزيز علينا هو الملا محمد الأصولي جزاكم الله خير خادم الحسين. فإن شاء الله الكل يشترك والكل يعزي. هاي أيام العزاء وأيام الكسر وتعبير لطيف للشياب سامحهم أهل المجالس يقولون هاي أيام الكسب يعني أيام الغنيمة. اغتنموا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكل من لاحظ ما عندك غير. على كل حال أظلها حوائجكم يسر الله أموركم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وأنت راض عنا. اللهم أدم علينا خدمة المولى بعبد الله ولا تسلبها منا واجعل دموعنا جارية دائما على مصيبة الحسين وقلوبنا محترقة على مصائب آل محمد. إلى أموات الحاضرين أموات المؤمنين من مات على الإيمان من لا ذاكر ولا والد يرثهم شهداءنا الأبرار من مضى من قدام الحسين من مضى من علمائنا الأبرار رحم الله من أهدى إلى الجميع ثوابا. فاتحة مع الصلاة على محمد.